ظاهرة من الميادين نستهلها بالعناوين. جولة جديدة من المباحثات بشأن سوريا الأسبوع المقبل بمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة. عشرات العناصر من داعش يستسلمون للجيش السوري في محافظة الحنيترة، والجيش يصد هجوما للمسلحين على مورك بريف حماة. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس، ومواجهات في البيرة وشرق قلقية. قيادات في الحراك الجنوبي في اليمن تتهم التحالف السعودي بتسليم عدن إلى التيارات المتشددة. أهلا بكم. قال مفد الميادين إلى فيينا إن جولة جديدة من المباحثات بشأن سوريا ستجري في الثالث أو الرابع من الشهر المقبل، وبمشاركة وفدين من الحكومة والمعارضة السوريتين. مفدنا أضاف أن الخارجية النمساوية بدأت التحضيرات للجولة الجديدة أواسط الأسبوع المقبل، فيما من المنتظر أن يغادر وزير الخارجية الأمريكية جون كيري فيينا مساء ليعود الأسبوع المقبل لحضور الجولة الجديدة. كيري كان قد أمل إيجاد سبيلا للتقدم في المحادثات، لكنه أشار إلى أن ذلك صعب للغاية. وبدوره قلل وزير الخارجية الألماني من شأن التوقعات بحدوث انفراجة في المحادثات. نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف كشف أن النقاط العامة في لقاء فيينا متفق عليها وتستند إلى بيان جنيف. بوغدانوف أعلن أن الوفد الروسي إلى لقاء المجموعة الرباعية حول سوريا سلم وفود الولايات المتحدة وتركيا والسعودية قائمة بأسماء ممثلين عن جماعات المعارضة الممكن دعوتهم للمشاركة في لقاءات سورية سورية حول التسوية في البلاد. كما جدد استعداد موسكو للحوار مع الجيش الحر إذا وجد، بما يخدم مكافحة الإرهاب ويدعم مسار التسوية. إذن من فيينا ينضم إلينا موفد الميادين إلى هناك سلام العبيدي. بحسب الأخبار التي أوردناها سلام والتي أفدتنا بها قبل هذه النشرة، تم تبادل أسماء بقوائم للإرهاب وأيضا بقوائم الوفود التي يمكن أن تشارك في المحادثات المقبلة. ماذا لديك من تفاصيل حول هذه المواضيع؟ نعم بالفعل، هذا تم بالأمس في الاجتماع الرباعي الذي جمع وزراء خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية. الوفدان الروسي والسعودي بالفعل سلما اللوائح بأسماء سواء كان المنظمات التي يعتبرها هذان البلدان إرهابية أو المجموعات السياسية التي يعني تدعو إليها هذه الدول إلى المشاركة في العملية السياسية، لكن اقتصرت المسألة على الوفدين الروسي والسعودي، كانا قد جهزا لوائحهما في هذا الخصوص. اللائحة الروسية على سبيل المثال تضم 38 تجمعا للمعارضة السورية. هذه التجمعات وهذه المنظمات والجماعات التقت بها روسيا في يعني على مدار كل هذه الفترة، سواء كان في روسيا في موسكو أو في سوريا أو في أنقرة أو في إسطنبول أو في أماكن أخرى في العالم. يعني هذا بالنسبة لهذه القوائم تحديدا، لكن الوفدين الأمريكي والتركي لم يقدما بعد قوائم بهذا الخصوص. هذا أولا. ثانيا، لابد من الانتقال إلى ما يجري الآن في المبنى الذي يقع إلى الخلف مني، مبنى فندق إمبريال في العاصمة النمساوية فيينا. كان هناك اجتماعا في الساعة
الصباح بين الوفود المشاركة في هذا اللقاء التشاوري، ومن ثم تخللته فترة استراحة وعاد الوزراء والمشاركون في هذا اللقاء إلى الاجتماع ثانية. حتى الآن يعني لم نتلقى معلومات عن انتهاء هذا الاجتماع، يبدو أنه ما زال مستمرا، لكن تسنى للميادين أيضا أن تلتقط بعض المشاهد داخل الفندق وخاصة لبعض الوزراء. لفت انتباهنا أن وزراء خارجية كل من العراق ولبنان وعمان كانا يتحدثان، وتوجهت لهم الميادين ببعض الأسئلة، فأجاب الوزير العراقي إبراهيم الجعفري بأن الأطراف كلها تعلق آمالا كبيرة على نجاح هذا اللقاء وعلى استمراريته. المهم أن اللقاء لم يفشل لأنه ما زال مستمرا، وأن هناك أحاديث عن جولات مستقبلية لهذا اللقاء ولهذه الاجتماعات التشاورية. الآن الكل يتحدث عن العملية السياسية، عن الحل السياسي للأزمة السورية، رغم أن هناك ربما حتى إيجاد تصور بين الدول، لكن الحديث كل بعض يعني الدبلوماسيين. لكن نتحدث أكثر أيضا سلام عن تفاصيل الدعوة المقبلة التي ستشارك فيها لربما وفود أو وفدان سوريان. ماذا حول تفاصيل هذه الدعوة؟ نتوسع بالحديث لو سمحت. نعم 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 بالفعل، يعني في البداية يعني استمعنا إلى خبر مصدره وزارة الخارجية النمساوية يشير إلى أن النمسا بدأت فعليا تحضر للجولة القادمة من اللقاءات بين الدول المعنية بالأزمة السورية. وطبعا اللافت أن هذا جاء بناء على تسريبات من الوفدين الأمريكي وبعض الوفود الأوروبية الغربية التي تشارك هنا، ويجري الحديث حاليا عن يومي الثالث والرابع من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم، يعني بعد أقل من 5 أيام، بعد أقل من أسبوع هنا تحديدا في النمسا. ربط هذا الموعد تحديدا أيضا بالجولة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي انطلاقا من هنا من النمسا مساء هذا اليوم، حيث سيقوم بزيارة عدد من دول آسيا الوسطى، ومن ثم سيعود إلى فيينا. ولهذا يعني الخارجية النمساوية تقوم بالتحضير للاجتماع القادم مع موعد عودة كيري، لذلك يذكر التاريخ الثالث أو الرابع أو الثالث والرابع من الشهر القادم. أيضا هناك وفق معلوماتنا هناك حديث عن جهود تبذل، يبدو أن هذه الجهود روسية بالدرجة الأولى وربما إيرانية وصينية، لدعوة وفدين سوريين، أحدهما يمثل الحكومة في دمشق والآخر يمثل المعارضة. وربما هذا يتوقف أيضا على تبادل القوائم بالنسبة المنظمات المعارضة التي يفترض أن تشارك في العملية السياسية، فيبدو أن هذه الأمور هي تقنية. أود أن أكرر مرة أخرى أن عندما يجري الحديث عن مثل هذه التفاصيل وعن جولات مقبلة من اللقاء التشاوري، كل ذلك يعني أن فعلا كل الدول المشاركة هنا بغض النظر عن مواقفها ودرجة تشددها ودرجة ارتباطها بهذا الطرف أو ذاك الطرف من النزاع في سوريا، كلها معنية بأن لا يفشل هذا الاجتماع وأن يستمر. لذلك يمكن القول أن هناك فعلا إرادة، وهذه الإرادة ربما يدعمها القرار الروسي والقرار أيضا الأمريكي، البلدان هما أيضا لا يريدان وأن تترجم على أرض الواقع بأفعال إن شاء الله. أشكرك كل الشكر سلام العبيدي، موفد الميادين إلى فيينا. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري باسكوف أن الشعب السوري وحده يقرر مصير الرئيس بشار الأسد، وأشار باسكوف إلى أن العملية الروسية في سوريا تنفذ دعما لهجمات الجيش السوري ضد الجماعات المسلحة، وأن موعد انتهاء العملية الجوية الروسية يتوقف على الوضع في مجال مكافحة الإرهاب في هذا البلد. ميدانيا في سوريا، أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية السورية لوكالة نوفاستي أن مجموعة من القوات الخاصة التابعة لتنظيم داعش استسلمت أمام تقدم الجيش السوري في محافظة القنيطرة جنوب سوريا. المصدر أضاف إنه بعد اشتباكات عنيفة قرب خان أرنبة تم تطويق أكثر من 50 إرهابيا سلموا أسلحتهم بعد مقتل زعيمهم. ووفق المصدر السوري فإن معظم المسلحين المستسلمين أجروا تدريبات ودورات تدريبية مكثفة في معسكرات تدريبية أمريكية أنشئت في محافظة دير الزور.
تصدى الجيش السوري لهجوم مسلحين على الفاميلي هاوس من جهة الراشدين غرب حلب وفي شمال حماة، وبعد مرور نحو عام على سيطرة الجيش السوري على مدينة موركا الاستراتيجية، يحاول المسلحون إعادة فتح تلك الجبهة بعد التقدم الذي أحرزه الجيش وجعله قريبا من جبهات المسلحين على محيط خان شيخون. بعد مرور نحو عام على سيطرة الجيش السوري على مدينة موريك الواقعة شمال مدينة حماة، والتي كانت منطلقا للعمليات العسكرية باتجاه بلدتي عطشان وسكيك وتلتها الاستراتيجية، وبعد الهزيمة التي مني المسلحون بها هناك، يحاولون إعادة فتح جبهة موريك مجددا بعد التقدم الذي أحرزه الجيش وجعله قريبا من جبهات المسلحين على محيط خان شيخون. الجيش السوري عزز مواقعه على كامل جبهات ريف حماة الشمالي التي توقفت عملية التقدم فيها بشكل مؤقت، ريثما تنتهي عملية فتح طريق الإمداد إلى حلب الذي أغلقه تنظيم داعش بعد سيطرته على أجزاء منه خلال الهجوم على النقاط العسكرية على طول الطريق الممتد من أثريا وصولا إلى خناصر. ستواصل القوات المسلحة بأعمالها القتالية بهدف تحرير كامل ريف حماة الشمالي من دس الإرهابيين، وستواصل تقدمها باتجاه ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب كاملة. العملية العسكرية اقتصرت على تثبيت تحصينات جديدة تمنع أي محاولة تقدم للمسلحين الذين استغلوا الظروف الجوية الماطرة وهجموا جبهة سكيك وأحدثوا خرقا فيها، إلا أن قوات الجيش السوري المتمركزة على تلة سكيك جنوب إدلب أوقفت تقدم المسلحين بمساندة ضربات المدفعية المكثفة. مصدر عسكري أكد للميادين أن القوات العسكرية في ريف حماة ستواصل تقدمها باتجاه ريف إدلب الجنوبي، مشيرا إلى أن العمل العسكري يتركز في الوقت الحالي على استقرار الجبهة ثم التحضير للأعمال القتالية. إذا من حلب ينضم إلينا مراسل الميادين طارق علي. طارق، صد هجوم على الفاميلي هاوس في غرب حلب، أيضا هجومات عديدة صدها الجيش السوري، المعارك تفتح من عدة محاور، كل هذه التفاصيل حول ما يجري في حلب ومحيط حلب وأهداف فتح المعارك من عدة جبهات ومحاور أيضا، لو تطلعنا على ما لديك. نعم فتون، لقد تمكن في الحقيقة الجيش اليوم من صد هجوم عنيف للمسلحين على محور الفاميلي هاوس، المسلحون القادمون من جبهة الراشدين غرب حلب. أيضا كان الجيش السوري ليلة أمس وفجر اليوم قد صد هجوما عنيفا على منطقة معامل الإسمنت من جهتي الشيخ سعد والراموسة، وهو الهجوم الرابع أو عفوا هو الهجوم الثاني خلال 4 أيام. المسلحون هنا في جبهات حلب يعمدون إلى فتح أكبر كم ممكن من القوى النارية باتجاه مراكز ثقل الجيش هنا في المدينة، يحاولون من هذه المعارك تحديدا في محيط معمل الإسمنت قطع المدخل الجنوبي والوحيد إلى مدينة حلب الذي يربطها الآن بالسفيرة، والسفيرة هي منطقة استراتيجية. الجيش السوري صد هجوما عنيفا لمسلحي داعش عليها قبل يومين. الآن هذه المدينة تغذي حلب بالمحاصيل الزراعية وتعتبر نقطة إمداد وارتكاز أساسي للجيش السوري في ريف المدينة، بالتزامن مع أرسال الجيش لتعزيزات برية قتالية لفتح الطريق الواصل إلى حلب بين نقطتي أثريا وخناصر، بعد أن كان تنظيم داعش قد تمكن من قطعه بشكل عرضاني. هو غير متمكن من التقدم على طول الطريق أي ما بعد خناصر إلى حلب وما قبل أثريا باتجاه الصبورة وحماة. أيضا العمليات العسكرية مستمرة في ريف حلب الشرقي بعد أن استهدف الطيران الروسية عدة مواقع المسلحين في محيط كرم الطراب ومحيط السريتيل. القوات البرية السورية مستمرة بالتقدم نحو فك الحصار عن مطار كويرس العسكري شرق المدينة. أيضا الجيش السوري يقترب بخطى ثابتة باتجاه الطريق الدولي بين حلب ودمشق باتجاه منطقة خان طومان الاستراتيجية بالنسبة للمسلحين جنوب غرب حلب. فتون. نعم، أشكرك كل الشكر مراسل الميادين طارق علي، كنت معنا مباشرة من حلب. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن تكلفة عمليات الولايات المتحدة ضد داعش بلغت نحو 5 مليارات دولار. ولفت البنتاغون إلى أن هذه القيمة تغطي التكاليف منذ بدء العمليات في آب أغسطس من العام الماضي وحتى منتصف تشرين الأول أكتوبر الحالي، مشيرة إلى أن متوسط الإنفاق اليومي يبلغ 11 مليون دولار.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما بذريعة محاولتهما طعن جنودا إسرائيليين عند حاجز الزعاترة جنوب نابلس في الضفة الغربية. وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى اعتقال الشاب الجريح، وقد ارتفع إلى 63 عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الشهر الحالي. هذا وتدور مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة عزون شرق قلقيلية وفي البيرة. من رام الله تنضم إلينا مراسلة الميادين نسرين سلمي. إذن نسرين، ماذا لديك من تفاصيل جديدة حول ما يجري الآن في رام الله؟ نعم، قوات الاحتلال انسحبت إلى المعسكر، لكنها لا تزال حتى هذه اللحظة تطلق قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين. المتظاهرين بعضهم تفرق بسبب هطول الأمطار، لكن لا تزال مجموعة منهم متواجدة في المكان. بعض المتظاهرين حاولوا التسلق إلى أعلى الجبل والوصول إلى المعسكر في محاولة للتأكد من مصير الشاب الذي قامت الدورية العسكرية بدهسه. هم حتى هذه اللحظة ليسوا متأكدين إذا ما قام الإسعاف بتسلمه أم بقي في حوزة الجنود. هم وصلوا إلى تقريبا إلى بوابة المعسكر، حيث يشعلون الآن إطارات مطاطية هناك. الجيش أصبح خلف المتاريس الإسمنتية في الأعلى، من هناك يطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين وباتجاه الشبان. الشبان اعتقدوا أن الشاب لا يزال ملقى على الأرض بجانب إحدى الشجيرات، لكن عندما وصلوا إلى هناك لم يكن موجودا. نحن أيضا لازلنا لا يزال مصيره يكتنف الغموض إذا ما كانت قوات الاحتلال لا تزال تحتفظ به، أم تم فعلا تسليمه إلى سيارة الإسعاف التي صعدت إلى الأعلى قبل حوالي نصف ساعة من الآن. طبعا لا يزال الوضع على حاله، الشبان في حالة كر وفر، يتفرقون بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي الذي أطلق بكثافة اليوم باتجاه المتظاهرين. لكن ما جرى، ما شاهدوه بأم عينهم من قيام الدورية بدهس الشاب أثار سخط كثيرين انضموا إلى هذه التظاهرة التي لم يكن عددها مثل هذا العدد في ساعات الصباح. نعم، نسرين سلمي مراسلة الميادين كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. ننتقل من رام الله إلى غزة، حيث أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز عليهم خلال المواجهة المندلعة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة. كما خرجت تظاهرة بعد صلاة الجمعة في إطار فعاليات يوم الغضب الذي دعت إليه حركة حماس والجهاد الإسلامي. التظاهرات تركزت في منطقة خان يونس، وهي تأتي نصرة للأقصى وانتفاضة الأراضي المحتلة. ينضم إلينا مراسل الميادين أحمد شلدان من قطاع غزة. إذن أحمد، أنت الآن شرق مخيم البريج أو شرق البريج في قطاع غزة، استهداف كان هناك من قبل قوات الاحتلال للشباب الفلسطيني بقنابل الغاز المسيلة للدموع في عدة مناطق وقرب نحال عوز. ماذا يجري الآن في غزة؟ نعم، نتواجد الآن في منطقة شرق البريج وسط قطاع غزة. هناك مئات من الشبان يتجمعون في هذه المنطقة في محاولة الوصول إلى منطقة التماس مع الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يطلق قنابل الغاز بشكل مكثف على الشبان المتواجدين في هذا المكان. تقريبا كل نصف دقيقة هناك قنبلة غاز تطلق باتجاه الشبان المتظاهرين. وزارة الصحة تتحدث حتى الآن عن إصابتين شرق مدينة غزة بالتحديد في منطقة نحل عوز، وكذلك عن إصابة مسعف في خان يونس. يمكننا أن نشاهد في الصورة طبعا التلال الرملية التي يحتمي خلفها الجنود الإسرائيليون، يتواجدون خلف هذه التلال الرملية يقومون من خلالها بإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان المتواجدين في هذه المنطقة. طبعا يبعد الجنود عدة عشرات من الأمتار. هذه قنابل الغاز طبعا تطلق الآن بشكل مستمر ومتواصل، وقبل قليل إحدى قنابل الغاز استهدفت الأطقم الصحفية بشكل مباشر في هذه المنطقة. بين الفينة والأخرى نسمع أصوات طلقات نارية، الشبان يحاولون الوصول إلى السياج الحدودي ويشعلون الإطارات
في محاولة للتعمية على الجنود الإسرائيليين. طبعا نقاط التماس لهذا اليوم تتمثل في منطقة معبر إيرز في بيت حنون شمال قطاع غزة، وكذلك في منطقة نحل عوز ومنطقة شرق مدينة غزة ومنطقة المنطقة الشرقية لمدينة جباليا في شمال القطاع، أيضا منطقة البريج وسط القطاع حيث نتواجد هنا، وكذلك في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. المواجهات ما زالت مستمرة هذه الجمعة الرابعة على التوالي التي تستمر فيها هذه المواجهات. هذه إحدى أكثر مناطق التماس اشتباكا، يبدو أن هناك إصابة بين الشبان الذين حاولوا الوصول إلى منطقة السياج الحدودة. الاحتلال في البداية استهدفهم بإطلاق قنابل الغاز عليهم، ولكن بين الفينة والأخرى يتم إطلاق الرصاص، فيما لم يبلغ حتى الآن عن وقوع أي إصابة بين الشبان الذين وصلوا إلى هذه المنطقة، منطقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. نعم، أشكرك كل الشكر أحمد شلدان مراسل ميازين، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة. من المتوقع أن يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي فصلا كاملا تقريبا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في منطقة مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم. القرار الذي يأتي بعد إجراء تقدير للوضع الأمني من قبل جيش الاحتلال جاء في رسالة مفتوحة كتبها رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنين، حيث ذكر أن جنود الاحتلال المتمركزين في المنطقة سيعملون على إبعاد الفلسطينيين قدر الإمكان عن المستوطنين في المنطقة. إذن ينضم إلينا هنا في الاستديو، استديو الميادين، الخبير في الصراع العربي الصهيوني الدكتور فايز رشيد. أهلا بك دكتور. أهلا بك فايز. إذن رأيت وسمعت مع ما قاله ونقله مراسلو أو مراسلاء الميادين إن كان من قطاع غزة أو من رام الله، هل تتوقع أن يتطور هذا المشهد إلى ما أكثر من ذلك أم أنه سيقف عند هذا الحد بداية؟ مساء الخير للميادين ولك سيدتي والانتفاضة شعبنا الباسل عمليا، التي هي ليست هبة، هي انتفاضة، هي ليست يأسا مثلما يحاولون التصوير، هي مقاومة مدروسة تماما. اليائس يموت، اليائس ينتحر، نحن نقاوم. الانتفاضة لن تقف عند هذا الحد، الانتفاضة مستمرة، الانتفاضة بحاجة إلى مجموعة من الضوابط، أولها القيادة الوطنية الموحدة، اثنين برنامج عمل ينسق كافة النشاطات في كافة المدن الفلسطينية، المسألة الثالثة اللي هي الشعار. أنا أحترم الأقصى، أقدر الأقصى، القدس هي درة فلسطين، لكن القضية هي قضية احتلال. يجب أن يكون الشعار العام هو زوال هذا الاحتلال. القدس تعنينا الشيء الكثير، لكن هذا هو الشعار الذي يجب أن يرتفع. طيب إذن سنعود نتحدث عن هذه النقاط، إن كان عن القيادة الفلسطينية الموحدة وهي نقطة مهمة تحدثت عنها دكتور، وأيضا برنامج عمل ربما يكون مشترك يوحد هذه الفصائل أو القيادات. نتحدث عن هاتين النقطتين، إلى مدى، إلى أي حد يمكن أن تتواجد أو تتوافر هاتين النقطتين لنصبح على أرضية موحدة لمواجهة هذا الاحتلال؟ سيدتي الفاضلة، النقطتان بسيطتان تماما إذا توفرت الإرادة. إذا كان مثل هذا الظرف الدقيق، يعني في مرحلتنا الحالية ولا نزال منقسمين، ما هو الظرف الذي سنتوحد فيه؟ إذن لابد من أن يكون في هناك إرادة حقيقية لمسألة تجاوز الانقسام الذي يعطل. لكن أيضا يجب أن يكون هناك آليات معينة لتجاوز هذا الانقسام. هناك اتفاقيات كثيرة وقعت بين طرفي الانقسام الفلسطيني، اللي منها اتفاق القاهرة في رسالة الأسرى اللي على أسسها، يعني هناك الكثير من الآليات رسمت. لماذا لم يتم، يعني خلينا نقول، متابعة هذه الاتفاقيات التي جرت؟ لهذا السبب أقول الإرادي، لازلنا في مرحلة تحرر وطني فلسطيني. نحن نشهد الآن انتفاضة شعبية واضحة من الشعب الفلسطيني على كل ما يجري من هذه الاعتداءات، ونرى الشباب الفلسطيني ماذا يفعل، نرى هذه التظاهرات خصوصا الآن في كل يوم جمعة. لكن على الصعيد الرسمي كيف تقيم التحرك الرسمي الفلسطيني؟
التحرك الرسمي الفلسطيني حقيقة دعيني أقول يعني خطاب الرئيس عباس في مجلس حقوق الإنسان يعني أعطى جرعة شوي، لكنه دون المستوى المطلوب للأسباب التالية. أننا يعني يقول الرئيس عباس أننا نريد مفاوضات على أساس في الوقت الذي أثبتت فيه تجربة المفاوضات أن لا تفاوض مع هذا العدو وتفاوض من أجل التفاوض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، كيف نستطيع أن نستقبل كيري في الوقت الذي يعني تقيم فيه الولايات المتحدة الأمريكية والناطق باسم الخارجية الأمريكية الطعنات للمحتلي أرضه للشباب يعني بأنها عمليات إرهابية في الوقت الذي ما بعد فاشية الإسرائيلية تقيم على اعتبار أنها دفاع مشروع عن النفس؟ نعم. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك حقيقي عمليا في يعني ذبح شعبنا بالأسلحة التي تمدها لإسرائيل. نعم. فكيف أنا أستقبل كيري؟ هذه المحددة الثانية. المحددة الثالث، أنا مع الانتفاضة الشعبية الغير مسلحة مثلا في هذه المرحلة، لكن علينا أن نرفض هذه المقاومة الشعبية بنهج نتخذه ونحن الأقدر على ترجماته في الأوقات التي تناسبنا، وهو أن الكفاح المسلح الفلسطيني هو الطريق لتحرير الوطن الفلسطيني. غير هيك المسألة الرابعة اللي أشدد عليها، الارتباط العضوي بين 48 وبين يعني 67 وبين الفلسطينيين في الشتات، في هناك معركة وحدي، الكل يؤدي دوره إذن وفق للظرف الموضوعي الذي يعيشه تماما. أشكرك كل الشكر دكتور فايز رشيد الخبير في الصراع العربي الصهيوني. الله يخليك، وشكر للميادين أيضا. الشكر للميادين. شكرا لك أستاذي. شكرا. في ضوء القلق الإسرائيلي من تزايد موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة، نشرت صحيفة حريدية رسالة باللغة العربية مفادها: نحن الحريديم لسنا معنيين بالصعود إلى الحرم القدسي، وبالتالي أوقفوا العمليات ضدنا. تقرير منال إسماعيل. في خطوة غير مسبوقة، نشرت صحيفة مشبحاء التابعة لليهود المتدينين الحريديم نصا بالعربية حول الوضع في الحرم القدسي الشريف. النص الذي حمل عنوان توقفوا عن قتلنا، نحن لا نحج إلى جبل الهيكل، جاء فيه: لن تشاهدوا أبدا حريديم يصعدون إلى الجبل، في إشارة منهم إلى الحرم القدسي، باستثناء عائلة واحدة منفردة تعمل من تلقاء نفسها وتستحق استنكار أفعالها. مراقبون أشاروا إلى أن نشر نص كهذا يعد أسلوبا استثنائيا، ويدل على المستوى الذي بلغه الخوف الإسرائيلي من العمليات الفلسطينية الأخيرة. هذا النص في قسمه الأول بالنسخة العربية يتوجه إلى الجمهور العربي وإلى المخربين ويقول لهم: لا مصلحة لنا في الذهاب إلى جبل الهيكل في هذا الوقت. بمعنى آخر، هو ترجمة لما يضمره كاتبو المقال، أي أنهم يقولون: ماذا تريدون منا؟ ربما يمكنكم استهداف أولئك الذين يذهبون إلى جبل الهيكل، لكن لا تستهدفوا الجمهور الحريدي. الخشية الإسرائيلية من تزايد موجة العمليات دفعت حاخامات أيضا إلى تحييد أنفسهم من خلال الإشارة إلى الفتاوى الدينية التي تتحدث عن حرمة دخول اليهود إلى الحرم القدسي تجنبا للمس بطهارته على حد تعبيرهم. وهذا ما فعله الحاخامان الرئيسيان وأكثر من 100 حاخام آخرين في إسرائيل عبر بيان تحذيري أصدروه لهذه الغاية. هذا بيان صادر عن حاخامات كبار ومهمين ورؤساء مدارس دينية، لكن المهم أيضا أن الموقعين عليه هم من مسؤولي الحاخامات في الصهيونية الدينية. وفي ظل الهلع الذي يتملك الإسرائيليين من جراء العمليات الفلسطينية، نشرت القناة الثانية جردة بالعمليات التي بلغت المئات بين طعن ودهس وإطلاق نار ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأدت إلى مقتل 11 مستوطنا وجرح 184 منهم، الأمر الذي دفع مراقبين إلى القول إن هذه الأرقام تشير إلى مدى التعقيد الذي وصل إليه الوضع على الأرض.
في اليمن استشهد 13 شخصا في قصف على حافلة تقل موظفين في الحوبان في تعز، فيما تتواصل المواجهات في منطقة الضباب. في مأرب تعرضت مديرية صرواح لغارات، ومصادر محلية قالت إن غارة للتحالف السعودي استهدفت تجمعا لقوات هادي. وفي إب جرح أشخاص في قصف على قرية الذاري. أما على الحدود فقد أعلن مصدر عسكري يمني قصف مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع عسكرية سعودية في قرية المعنق تزامنا مع استهداف مجمع الدفاع السعودي في الخوبة. كشفت قيادات في الحراك الجنوبي للميادين أن التحالف السعودي قدم دعما ماليا ولوجستيا للتيار السلفي في عدن لتمكينه من نشر عناصره في المدينة. القيادات أكدت أن ذلك جاء بعد لقاءات سرية بين قيادة التحالف السعودي ومسؤولين سلفيين. مسلحون سلفيون بدأوا بالانتشار في عدن لاستلام المعسكرات الأمنية من الفصائل الأخرى، معلومات أكدتها قيادات في الحراك الجنوبي متهمة التحالف السعودي بتسليم المدينة لمن سمتهم الجماعات المتشددة، مدينة يسيطر داعش والقاعدة على مناطق عدة منها. مصادر قالت للميادين إن التحالف السعودي قدم دعما ماليا ولوجستيا للتيار السلفي لتمكينه من نشر عناصره. جاء ذلك بعد لقاءات سرية بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي. هذه الخطوة المريبة كما وصفتها قيادات في الحراك الجنوبي قد تمهد لمواجهات مسلحة بين تيارات ما يسمى بالمقاومة الجنوبية. فالحراك استغرب ألا يعامل كشريك أساسي في الجنوب، ولا سيما أنه شارك في القتال على الأرض. هذا المشهد في عدن ليس بعيدا عن حال تعز. معلومات تشير إلى تقديم السعودية دعما كبيرا بالسلاح لجماعة متشددة تقاتل إلى جانب المسلحين الموالين لهذه. مصادر فيما يسمى المقاومة الشعبية تحدثت عن اتفاق لضم هذه الجماعة المعروفة بحماة العقيدة بقيادة المدعو أبو العباس إلى مكونات المجلس العسكري مقابل الحصول على السلاح، وهو ما حصل في اليومين الماضيين. قبل يومين من الانتخابات البرلمانية في تركيا، عوامل عدة داخلية وخارجية تحفز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم. تقرير موفدة الميادين ملاك خالد. يوميات أنقرة لا تشبه يوميات دمشق ولا أي مدينة أو قرية في سوريا. بالرغم من السلام هنا، إلا أن الحرب في الجارة الجنوبية تلقي بظلالها على قرار الناخبين. أردوغان هو اللي بيربي الأرهابي الداعش والنصر والأرهابي الكل بشرق الأوسط، هو لأنه هو بده خلي يصير بشرق الأوسط واحد. هذا بده تعيش روح العثماني، هو تصير مثل هي بالتركي بيقولوا له بادشاه، تيسير بادشاه الشرق الاوسط. وطبعا نحن هون الدول مع الاسف كرمال منفعته بيريد كل حد الجماعه، الناس كلهم في سوريا اللي في تركيا مفدين كرمال هالشغله. نحن شو بدنا من دوله؟ نحن بدنا من دوله تركيا اللي بعد هلق ما يعينوا احد معن حرب، بس يقعدوا يسكنوا فوق الطاوله ويتكلموا بالتكليم
ولاغوا الصلح. كانت لدينا علاقات جيدة وطيبة مع السوريين، لكنها الآن سيئة جدا بسبب حكومتنا. نحن في الحقيقة نخشى حكومتنا أكثر مما نخشى الشعب السوري. الموقف الرسمي التركي مما يحدث في سوريا على مستويات عدة يتناقض مع مواقف الناس ولا سيما النساء. النساء والأطفال هم أكثر المتضررين من حرب سوريا. نحن نرى فتيات يغتصبن وأطفالا يشردون، وحكومتنا لا تفعل شيئا حيال ذلك ولا تبذل أي جهد لوقف الحرب. نحن ضد الحرب في كل مكان. الحرب صعبة ونحن نرى نتائجها عبر اللاجئين الموجودين في تركيا وهم كثر. على الحكومة المقبلة أن تعمل على توفير حياة كريمة للاجئين. ما في ثقة بكلام اللي بيقوله. أنا فكري أردوغان هون بتركيا بيعمل حاله ضد الداعش، بس بسوريا بيساعده. لدوافع سياسية أو إنسانية، كثيرون هنا يعارضون تدخل بلادهم في سوريا ويريدون انتهاء الحرب هناك في أسرع وقت ممكن. تغير الدور الإقليمي التركي بشكل جذري، تغير أثر في نتيجة انتخابات حزيران يونيو الماضي، ويبدو أن أثره سيمتد إلى الانتخابات البرلمانية التي يقترب موعدها. ملك خالد، أنقرة، الميادين. الانتخابات البرلمانية التركية تأتي وسط استحقاقات وتحديات تواجه البلاد، ليس فقط في السياسة والأمن إنما في الاقتصاد أيضا. عبد الله ظاهر، أهلا بكم. تأتي الانتخابات التركية وسط اتهامات يواجهها معارضون لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالتلاعب في المعطيات والإحصاءات الاقتصادية الرسمية من خلال رفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 10,000 دولار وخفض معدل البطالة 2,100,000 عاطل من العمل بهدف استقطاب الناخبين الأتراك. التلاعب بالأرقام بحسب المعارضين لا يحجب الأنظار عن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التركي، حيث فقدت الليرة نسبة 30% من قيمتها أمام الدولار، الأمر الذي تسبب في تراجع الاقتصاد مع نمو بلغ 3% فقط في الأشهر التسعة من العام الحالي. دخل الفرد التركي فقد أكثر من 340 دولارا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ليتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 9,000 دولار. لكن وبرغم ذلك لا يمكن إخفاء ما أنجزه حزب العدالة والتنمية بعدما جعل تركيا تحقق نموا اقتصاديا سنويا بلغ 8%، لتحتل بذلك المرتبة 17 عالميا من بين أقوى اقتصاديات العالم. نمو لم يخفي معدلات البطالة التي بلغت في شهر آب أغسطس الماضي 3,220,000 شخص، فإذا بهذا المعدل ينخفض فجأة ليتراجع إلى 2,086,000 شخص، أي إن 1,100,000 شخص لم ترد أسماؤهم في سجلات العاطلين من العمل لهذا العام، ما اعتبره معارضون تلاعبا وغشا من قبل حزب العدالة والتنمية. إلى البورصة، حيث تراجع إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات العامة والمتداولة بمعدل 33% بقيمة نقدية بلغت 86 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الماضية. أزمة اقتصادية أجبرت حكومة العدالة والتنمية على تقليص توقعاتها لحجم الصادرات التركية مع نهاية العام الجاري من 173 مليار دولار إلى 143 مليار. أخيرا، صادرات وقفت الحرب في العراق وسوريا عائقا أمامها باتجاه الأسواق العربية والشرق الأوسط، فتراجعت بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 10,600,000,000 دولار. في حادثة جديدة من حوادث غرق قوارب اللاجئين، قتل 22 شخصا بينهم 13 طفلا في بحر إيجا بين السواحل اليونانية والتركية. هذا وكان حرس الحدود في اليونان قد أنقذوا أكثر من 240 لاجئا بعد غرق قارب كان يقلهم في بحر إيجا، وقد غرق 3 أشخاص على الأقل في الحادث.
والآن من أخبار السياسة إلى أخبار الاقتصاد. مساء الخير اليسار. ليس فقط من كوارثنا أن اللاجئين يغرقون الآن ويغادرون هربا من الإرهاب، لكن أيضا هذه الكوارث تتلخص في 235 مليار دولار تنفق على التسليح في الشرق الأوسط في سنة واحدة. هي أقل من ذلك بقليل، هي 135 في الواقع، ولكنه برغم كل شيء رقم كبير جدا وباهظ بالنسبة لمنطقة محدودة. لو صرف على التنمية لكنا في مكان آخر وواقع آخر. تفضلي. شكرا لك. أهلا بكم. 135 مليار دولار أنفقتها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التسلح عام 2014 وفق ما كشفته منظمة الشفافية الدولية. قالت المنظمة في أحدث تقاريرها إن هذه المنطقة تستحوذ على نحو 25% من مجمل الإنفاق الدفاعي في العالم، ووصفت هذا الإنفاق بالمبهم لكونه غير واضح على جداول معلنة ولا يتم الإفصاح عنه إلا بصيغة إجمالية للغاية. التقرير شمل 17 دولة ليس بينها إسرائيل وفلسطين المحتلة، وحققت السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسلح في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 17%. القضاء الأمريكي ينأى بنفسه عن الخلاف النفطي العراقي، فقد رفض قاض أمريكي دعوى تقدمت بها بغداد بشأن شحنة نفط من إقليم كردستان ظهرت العام الماضي قبالة ساحل تكساس في وقت يحاول العراق منع حكومة إربيل من تصدير الخام بصورة مستقلة. القاضي الأمريكي علل قراره بأن السفينة المحملة بالخام العراقي قد غادرت المياه الأمريكية بعدما أحجم المشتري عن تسلم الشحنة بفعل النزاع قضائي، لكن المحاكم الأمريكية لم تقدم جوابا حاسما بعد حول حق إربيل بتصدير النفط من دون موافقة بغداد. الجزء الأكبر من صادرات داعش النفطية يمر عبر كردستان العراق وتركيا وفق ما كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيرياكو. كيرياكو هو موظف في المخابرات المركزية سابقا، استبعد أن تكون الحكومة التركية فاسدة، لكنه أكد تورط عناصر فاسدة في الجيش التركي والسلطات المحلية جنوب غرب البلاد، وقال إن إيقاف عمليات التهريب ليس سهلا مع وجود مستفيدين كثر. تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الكويت أكثر من 1.5% العام الماضي وفق ما كشف المصرف المركزي الكويتي. الناتج الكويتي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وقد تراجعت بنسبة 60% في ظل تراجع الأسعار العالمية. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمدي صباح قد دعا مطلع الأسبوع إلى البحث عن موارد جديدة للحصول على إيرادات بديلة، كما دعا إلى خفض الإعانات والنفقات العامة. أكدت شركة إيني الإيطالية أنها بدأت فعليا إنتاج النفط والغاز من الحقول المصرية، وحددت إيني نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر موعدا لإنتاج الغاز والمكثفات من منطقة دلتا النيل، حيث تقدر الاحتياطيات ب 15 مليار متر مكعب من الغاز. طمأن وزير التموين المصري خالد حنفي إلى أن احتياطي القمح الاستراتيجي لبلاده يكفي حتى منتصف نيسان أبريل من العام المقبل. مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم كانت قد اشترت 240 ألف طن من القمح الروماني والبولندي والفرنسي هذا الأسبوع، وهي تسعى إلى خفض استيرادها للقمح عبر اعتماد منظومة جديدة للخبز تنهي عمليات تهريب الطحين المدعوم. كيفية التعامل مع اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا مسألة تثير جدالات واسعة في الحكومة الألمانية. نائب المستشار الألماني سيغمار جابرييل قال إن الخلافات تهدد قدرة الحكومة على العمل، ولا سيما بعد الخلاف بين المستشارة أنجيلا ميركل وهي زعيمة الاتحاد الديمقراطي المسيحي مع زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري شريكها في الحكومة. ويشار إلى أن ميركل تفضل استقبال اللاجئين والنازحين، فيما يرى شريكها أن هذا التصرف غير مسؤول. في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع اليوان الصيني في تسوية المدفوعات العالمية، قررت بكين السماح للمصارف المركزية الأجنبية بفتح حسابات تسوية باليوان. وفي بيان رسمي أوضح بنك الصين المركزي أن فتح حسابات تسوية باليوان بات متاحاً في المؤسسات المالية المحلية، بالإضافة إلى فتح حسابات إيداع للبنوك المركزية في المصارف المحلية لإجراء صفقات لمبادلة العملات الأجنبية.
وافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية للسنتين المقبلتين تزيد النفقات الفيدرالية بنحو 80 مليار دولار وتقلل مخاطر التعثر المالي وترفع سقف الدين حتى نهاية ولاية باراك أوباما. ويمثل الاتفاق على الميزانية انتصارا للرئيس أوباما والديمقراطيين لأنه يعطيهم فرصة جديدة لتخطيط النفقات بشكل واضح لمدة سنتين تقريبا. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز الاقتصادي ونعود من جديد إليك فتون. إليسار شكرا لك. قال شهود عيان إن طائرات حربية مجهولة شنت ضربات جوية على مدينة سيرت الليبية مستهدفة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش. هذه الضربات تعد الثانية التي تستهدف التنظيم في المدينة خلال هذا الشهر. ولم تعلن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مسؤوليتها عن الغارات. بدأت الانتقادات توجه إلى المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر لمجرد تعيينه خلفا لبرناردينو ليون. الإعلام الليبي وصفه بالفاشل على الرغم من أنه لم يكن راضيا تماما عن أداء سلفه. تقرير دلول حديدان. مارتن كوبلر مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا، المبعوث الأممي السابق إلى العراق بين 2011 إلى 2013 ومنها إلى الكونغو، يخلف اليوم الدبلوماسية الإسبانية برناردينو ليون الذي وسمت جميع الأطراف في ليبيا مهمته بالفشل. الدبلوماسي الألماني الوافد إلى ليبيا لاقى نقدا لاذعا في الإعلام الليبي الذي نعته بالفاشل، مستندا إلى أن كل التقارير الواردة في مهماته الدولية السابقة في الكونغو والعراق باءت بالفشل، وملقيا اللوم على الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون لتعيينه. الملف الليبي الشائك والملغم بالسلاح والتوجهات القبلية تولاه السياسي اللبناني طارق متري ليخلفه فيه الدبلوماسي الإسباني، حيث تراجعت الأمم المتحدة عن قرار التمديد له حتى مارس آذار المقبل. ليون الذي رفع سقف التفاؤل عاليا في تعاطيه مع الملف اتهم بالانحياز إلى طرف على حساب الآخر في السير على طريق الحل. وعلى الرغم من أنه نجح في جمع الأفرقاء الليبيين لأول مرة إلى طاولة الحوار في منتجع صخيرات في المغرب، علق نجاحه بسعي كل طرف لفرض شروطه في الوثيقة الأخيرة للحل، ما جعل المسودة الخامسة خطة في طريق مسدود. حمل ليون أيضا مسؤولية تفاقم الأزمة بين الليبيين بتجاوز صلاحياته كوسيط في الحوار والاستمالة إلى المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس لحثه على التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائية، حيث تضمنت الكثير من الشروط التي فرضها الأخير والتي كانت سببا في اندلاع مواجهات عديدة على الأرض. تركة ثقيلة يسلمها ليون إلى كوبلر قد ينوء بحملها طوال مهمته هناك، وقد يخفف العبء عنه تدارك أخطاء سابقة على رأسها إخراج الحوار من ليبيا وإشراك السفراء الأجانب في تفاصيله. إذن من تعقيدات السياسة ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة التي ربما ستكون أفضل من القتل والموت الذي نراه في السياسة للأسف. إلى عبير الذوادي. شكرا لك فتون. تفضلي. أهلا بكم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتدخل شخصيا لتحرير طاقم حكام مباراة ترابزونسبور وغازي عنتاب. رئيس نادي ترابزون ردخ للقرار الرئاسي بعد احتجازه الحكام لأربع ساعات انتقاما لعدم احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع. غضب الرئيس من الحكم كاجاتي سهان تزامن مع سخط جماهيري كبير على المدرجات. التعادل بهدفين لم يسمح للمضيف بتعزيز مركزه التاسع ففجر الأمور أمور في الملعب. إلى مونديال الناشئين في تشيلي وختام دوري 16 خروج مبكر للمنتخب الألماني دون 17 عاما على يد نظيره الكرواتي. منتخب الماكينات خسر بثنائية في أقوى مفاجآت البطولة حيث كان يعد أحد المنافسين على اللقب الذي يحمله النيجيريون. نيكولا مورو افتتح التسجيل في الدقيقة 18 وأضاف دافون لوفرين الثاني في الدقيقة الأخيرة. الكروات يقابلون في ربع نهائي المنتخب الملياني. صديقي مايكا قاد منتخب بلاده إلى دور الثمانية بتسجيل هدفين من أصل ثلاثة في مرمى كوريا الشمالية.
ولم يبتسم الحظ لديوك فرنسا فودعوا المنافسات من الباب الضيق بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي أمام كوستاريكا. خسر الفرنسيون بواقع 5 ركلات ترجيح لـ3. كوستاريكا ضربت موعدا مع بلجيكا الفائزة على كوريا الجنوبية بهدفين. الإكوادور وضعت حدا للمشوار الروسي المميز في البطولة. المنتخب اللاتيني قهر الدببة 4-1 ورسموا معالم موقعة مرتقبة أمام المكسيك في الدور الثمانية. بهذا الفوز حققت الإكوادور أفضل أداء لها في بطولة عالمية منذ 20 عاما حين حققت الدور نفسه على أرضها. في العاصمة الكولومبية بوغوتا اشتعلت الاحتفالات بتأهل سانتا في إلى نصف نهائي كأس أندية أمريكا الجنوبية على حساب إنديبندنتي الأرجنتيني. التعادل بهدف لمثله جاء بطعم الفوز لصاحب الضيافة في إياب ربع النهائي. تأهل الفريق الكولومبي بنتيجة 2-2 من مباراتي الذهاب والإياب ليضرب موعدا مع لوكينو الباراغوياني. يبدو أن الرئيس المستقل للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر قرر أن يغرق الفرنسي ميشيل بلاتيني معه، وذلك لمنعه من الجلوس على كرسي الفيفا بعده. ففي أقل من 48 ساعة كرر العجوز السويسري الحديث عن سيناريو شارك فيه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمنح المونديال لقطر. هذه المرة في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية كشف بلاتر عن مضمون اتصال هاتفي مزعوم مع بلاتيني، ويقول إن النجم الفرنسية السابقة أبلغه قبل أسبوع أنه لن يلتزم بالتصويت لأمريكا لأن رئيس الدولة طالبه بالأخذ بعين الاعتبار حالة فرنسا، وقال له أيضا أن الأمر يتعلق بأكثر من صوت واحد. البرلمان البرازيلي يوافق على قرار إعفاء السائحين من الحصول على تأشيرة خلال أولمبياد ريو دي جانيرو الصيف المقبل. القرار سيشمل السائحين الوافدين بين 1 من يونيو/حزيران إلى 18 من سبتمبر/أيلول 2016. هذه الخطوة لا تلزم السائحين بتقديم تذاكر حضور الفعاليات الأولمبية ولا البارالمبية لإعفائهم من التأشيرات. وبعد موافقة مجلس الشيوخ ينتظر توقيع الرئيس ديلما روساف ليدخل حيز التنفيذ. نهاية الموجز الرياضي، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى زميلة فتون. شكرا لك. إلى الماضي الحاضر.